صارت الإشكالية في ليبيا، أنا نكلم في الدولة الليبية حاليا، نبي نعالج على حساب الدولة، ما لقيتش كيف، ما عنديش واسطة باش نعالج على حساب الدولة، والأجهزة اللي غادي اللي في الصحة يعرفوا الكلام هذا كويس اللي نحكي فيه أنا تو، ضروري نديرها تو الأيام هذه، اليومين هما ثلاثة أيام ضروري نديرها، لأن لي تو خمسة شهور أنا نعاني في المرض هواي، عرفتي؟ إن شاء الله ربي يشفيني يا رب، هذا ما عندي منقول، وربي يهدي النفوس وربي يهدي العباد. وتونس ربي إن شاء الله يبارك في صحتكم واموركم، وإن شاء الله تمشي اموركم طيبة وتشوفوا من أحسن لأحسن إن شاء الله. ليبيا الحمد لله بدت تتنظم والأمور تمام وماشي أمورها 100%، تسمعوش الكذب الزايد، ليبيين رجال، ليبيين عز التريس، هذه ليبيا إن شاء الله راهو للكل راهو للجميع راه، ما عندناش حد براني الحق. صارت الإشكالية في ليبيا، أنا نكلم في الدولة الليبية حاليا باهي، أنا عندي علاج ورم سرطان خبيث بوراقية بكذا، نبي نعالج على حساب الدولة، ما لقيتش كيف، ما عنديش واسطة باش نعالج على حساب الدولة. واو يسمعوا فيا تو الليبيين، خلاص نبي تو عندي صورة اسمها بيت اسكان ورقية تمام، نمشي السفارة تو منشوف باك يديروا لي حل، لأن ما عنديش لا جهد بكل أنا راهو، بوي باع سيارته باش درت عملية الورم هيا واستوصلوا لي الورم خلاص، والحمد لله ومازال الورم خبيث طبعا هو، ان شاء الله ربي ما يجيبها لبنادم يا رب، ان شاء الله ربي يشفي. خلاص انا نبي حاجه واحده بس، نبي نوصل كلامي للدوله الليبيه انهم يلهوا بيا. انت تويك تطالب من الدوله الليبيه انها هي تعاونك باش تداوي، لان مرض الورم يعاونوا في هلبة وحدين، يعاونوا فيهم يعالجوا على حساب الدوله خلاص، وانا واحد من الليبيين ومن الدوله الحمد لله. خلاص نبي حد يدير لي راي، ندير الصوره نتاع بيت اسكان هذه معروفه، يعرفوها هم جماعه الورم والليبيين، والاجهزه اللي غادي اللي في الصحه يعرفوا الكلام هذا كويس اللي نحكي فيه انا تو. خلاص نبي نديروا لي حل، نبي ندير الصوره هي باذن الله، ان شاء الله يكون مش منتشر الورم هو، والحمد لله هذا اللي نطلبه منكم بس انا الليبيين. انت لهنا في تونس معناتها تداوي في تونس؟ تو جاي من داوي في تونس، جات على حسابي طبعا تو جاي، نبي نشوف، قالوا لي الصورة غالية هنا 2000 دولار تكلف صورة بيت سكان، أنا 2000 دولار ما عنديش ليه مجهد، فلوسي كلهم حطيتهم في العملية هي في ليبيا طبعا، درت العملية حتى احنا عندنا طب كويس غادي الحق، نطلب من الدولة الليبية أن يسعوا لي في أمري ويوقفوا معاي هكي، لأن خلاص الصورة هذه ما تطولش، ضروري نديرها تو الأيام هذه، اليومين هما ثلاثة أيام ضروري نديرها، لأن لي تو خمسة شهور أنا نعاني في المرض هواي، عرفتي؟ ان شاء الله ربي يشفيني يا رب، هذا ما عندي منقول، وربي يهدي النفوس وربي يهدي العباد. وتونس ربي ان شاء الله يبارك في صحتكم واموركم، وان شاء الله تمشي اموركم طيبه وتشوفوا من احسن لاحسن ان شاء الله. واحنا حتى احنا ليبيا الحمد لله بدت تتنظم والامور تمام وماشي امورها 100%، تسمعوش الكذب الزايد، ليبيين رجال، ليبيين عز التريس، وقصدي تحيه الليبيين كلهم. باهي توا كان الاخوه الليبيه قاعدين يتفرجوا فيك ويشوفوك، شو تحب تقول لهم؟ نقول لهم والله ان شاء الله ربي يهدي النفوس يا اخوتي، وشدوا يد بعضكم وما تدوروا شيء، وهذه ليبيا ان شاء الله راهو للكل راهو للجميع راه، ما عندناش حد براني الحق، فلياد هدوا النفوس، وان شاء الله الجيش يتوحد يا رب، هذا اللي نطلبه من ربنا، ان شاء الله ربي يوحد الجيش ويوحد ليبيا كلها يا رب، ويوحد الوطن العربي، ويشفي خوتنا في جرحى الجرحى اللي في غزه، ويرحم موتاهم ان شاء الله الشهداء عند ربي، وهذا ما عندي منقول الحق، ما نقدرش ندوي هالبنات.